سلام يا رياضه، معاكم ام كامل او اهو كامل. النهارده يا شباب احنا في جي تي اي الهنديه، وزي ما انتم شايفين يا شباب اليوم بنقابل راس السفاره. واخيرا جي تي اي الهنديه نزلتها وقررت ان اجربها بجميع اكوادها وعشوائيتها. اللعبه دي من اخطر الالعاب اللي نزلت للموبايل لانها صنع هندي. تخيلوا جي تي اي اللي احنا بنلعبها القويه جي تي اي 5 دي بقى النسخه الهنديه، يعني الهند تبدع ولا تبدع. فيا شباب قبل ما نبدا المقطع صلوا على نبينا محمد واكتبوا لي تحت في الكومنتات اللي جرب اللعبه دي ايه اكبر اكود انت حطيته وجاب لك شخصيه مرعبه، وكمان جربت انك تكرر تعمل طياره جوه سياره وسياره جوه طياره وطياره بتمشي على الارض وسياره بتطير فوق الارض. يا جماعه ده طبيعي، احنا في جي تي الهنديه. تحب اوريكم؟ تحب اوريكم. اول ما نيجي هنا يا شباب ونفتح الموبايل بتاعنا الجميل دقيقة بس، لأن أنا لسه جديد في جي تي إيه يا شباب الهندية، فلازم أتعلم معاكم كل حاجة عشان النهاردة هنقابل رأس الصفارة. اللعبة دي بتعتمد يا شباب على الأكواد والموبايل اللي في إيدينا ده. الموبايل اللي في إيدينا ده في سر كل حاجة موجودة في اللعبة دي، زي ما انتوا شايفين الكونتنتس بتاع يعني الاتصالات بتاعتنا كلنا في اللعبة يا شباب، عشان ما اقراش الكلمة الصعبة قوي على لساني دي، فأنا بحب استسهل جدا. فزي ما انتوا شايفين هنا الاتصالات بتاعتنا، ولو رحنا هنا زي ما انتم شايفين وجربنا أي كود من أربع أرقام هيظهر لنا حاجة قدامي دلوقتي. يعني مثلا لو جربنا 2244 ونقول بسم الله ونتصل، ألو السلام عليكم، جاب لي سيارة اسطورية يا شعب، سيارة مفيش افخم من كده. دي ايه دي؟ سوبرا دي ولا ايه؟ يا عيال اكيد سيارة هندية نوعها هندي. بس يا شباب احنا مش جايين النهاردة عشان نجرب الاكواد بس، احنا جايين نجيب كود راس السفارة ونحطه. بس خلونا الاول اوريكم برضو المميزات اللي فيها. كمان لو جينا هنا ورحنا كاتبين هنا مثلا يا عيال والله اختار كود على مزاجي اربع خمسات، وخلونا نتصل ونشوف ده يجيب لنا ايه قدامنا. استنى استنى، شوفوا السيكل، شوفوا السيكل، او ماي جاد مان يا عيال، ده بروح بيه راس الصفاره اقسم بالله. حفظت الكود بتاعه اربع خمسات. سوق بيتساق؟ اقسم بالله بيتساق يا ولد يا ولد، حركات بركات، شوفوا يا عيال يتحرك ده. شوفوا الكفر بتاعه والسكيلتون اللي... والله ديم يا شباب، والله ديم. انزل 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 انزل، لا مش عايزين نمسك سلاح، انزل يا عيال، انا خايف بس عليه لا يتحرق، والله معضل يا شباب. هاي وقع السيكل، وقع عشان من كتر النار اللي عليه. خلوني اوريكم بقى مجموعه الاسلحه اللي موجوده معانا هنا. زي ما انتم شايفين في عندنا اسلحه كتير زي الار بي جي، استنى بس اوريكم بقيتهم عدى بس كده. في الار بي جي، في السنايبر، في الاي كي والمسدس العادي، وكمان السي 4. خلوني اوريكم الار بي جي اول حاجه، خلونا نقيم بيه كده بسم الله. طبعا يا شباب الام بتاعه صعب جدا، مش اي حد يعرف يقيم بسلاح قوي زي ده. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي لازم تقيم كده وتعطي واحده السوكو لولو بولو. جاد ديم مان، جاد ديم، الناس جي تي اي الهنديه يا شباب. اوكي ماشي ماشي، يلا بسم الله نجرب السيكل بتاعنا ده. والله السيكل راح فين؟ ايوه السيكل ده يا شباب، لازم اجرب السيكل ده. لا لا هي اركب السيكل، ايوه يا سلام عليك يا ام كامل، وخلونا نعمل كده. قله يلا يا شباب، دلوقتي هنجرب النطه الاسطوريه في جي تي اي الهنديه مع السيكل اللي هنروح بيه لغاص. والله سريع، لا كنت عايز اجرب النطه. ماشي ماشي يلا، قله قله حال بيطير ده، اقسم بالله بيطير بكتر السرعه. هاي هاي حد يوقف الموتوسيكل الهندي ده. خلاص خلاص انا نزلت بالزحليقه، نزلت بالزحليقه. اقسم في حفره هنا صح؟ حاسس ان في حفره هنا. لا مش حفره مش حفره، يلا نركب البتاعه دي، يلا الزحليقه الكبيره، يلا هي يا ولد يا مكابل. طرت طرت خلاص طرت، بقيت راكب طياره، بقيت راكب طياره. لا 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 بننزل نقع، بننزل نقع من على السيكل. الواقعيه بتاعت جي تي ايه؟ والحمد لله ان هو لسه عايش، يعني هو لسه عايش. وفي سيارات تحت اسطوريه، قول لي لامبورجيني وبوجاتي، حاجات قدامي بتظهر كده. بس خلونا الاول دلوقتي اجرب سلاح من الاسلحه دول، زي مثلا ده. لا لو سمحت لو سمحت، عايزين ده لو سمحت. لا ده بس هو كده بيجيب لي ار بي جي والاثنين مع بعض، فاحنا هنختاره من هنا احسن. يلا اوكي يلا لف بعد اذنك لو سمحت، لف. عايزين نجرب السكوب على البني ادمين اللي ماشيين هناك دول، هل اسطوري الاسكوب بتاعه ولا تعبان؟ يلا هي ممكن تطلع فوق، ايوه سلام. تعال يا بنت تعال يا بنت، تعال نستناها من هنا كده وطاع. جت فيها؟ ما جتش فيها، ما جتش فيها يا عيال. دي عملت 360. ايوه بس هي وقفت وقفت وقفت، اصبري اصبري على الهيد شوت على الهيد شوت على الهيد شوت. وقف الله يا شباب،
يلا تشيلي اطلع منين من المسدس ده. هي في واحد ركب جول عربي. اصبر اصبر اديله هيد هو كمان. بس هو السلاح يثبت. بس يا عيال السلاح بيتحرك بطريقه عشوائيه جدا. ايوه تمام ايوه. ايه ده في بوليس يا عيال؟ في بوليس. هي في بوليس. في نجمه بلاغي اتعمل لي يا ولد اطلع من السلاح. في بوليس. بوليس ولا انا غلطان؟ بوليس. والله بوليس. استنى بوليس. والله بوليس. لا هي قالب بوليس شاب قالب بوليس. طب اعمل ايه فيه؟ هي عايز يصطادني ده. اوكي شيل السلاح شيل السلاح يا مكمل واجري يا عيال. لسه بقى لسه لسه بادي والله. بسرعه بسرعه غير السلاح اجري يا بوليس يا بوليس. بلاش انا والنبي ما عدتش حاجه. يا حضره الضابط يا حضره الضابط يا حضره الضابط. الضابط هندي الضابط هندي الضابط هندي. والله اسرق سياره الشرطه. يلا نسرق سياره الشرطه. يلا نجربها يا شاب. يلا نتست علي انا معضل يا شاب. فكل الحاجات دي تفرقش معايا. قول له الشرطي خبط الشرطي. هم الهندي كده. اركب السياره دي يا عم اركب اركب. ايوه كسر الباب والله ركب. جاد ديم والله ديم. اوكي لا مش عايزين سلاح. يلا روح. اي انا مت صح وسط يا عيال نفس جي تي اي بالظبط. يلا بينا نجرب مود السايرن هيد وندخل نشوفه. طبعا يا شباب عندنا كذا حاجه هنا ودول بس اللي انا ضفتهم. ما بالكم بقى اللي لسه هنضيفهم. طبعا عندنا مود الديناصورات جوريسيك بارك يعني حديقه الديناصورات وهيبقى فيه بيت ديناصورات وكده. دي ممكن نجربها في مقطع تاني لو انتم حطيتوا لايك هندي دلوقتي واشتركتم في القناه. اللايك النهارده هيكون لونه برتقاني عشان احنا بنتفرج وبنلعب على لعبه هنديه. فحطوا لايك هندي واشتركوا في القناه وجري جري ناري من زمانه. يلا بسم الله يا شباب. عندنا فان تراك اللي هي اللي هو يا شباب القطر الهندي. والله شباب هنجربه. يلا بسم الله يا شباب. شوفوا جي تي اي اقسم بالله جي تي اي. واو يا شباب والله هندي قطر هندي يا شباب. اقدر اسوقه؟ خليني هنا كده اقدر. والله اقدر اسوقه. شوفوا ظهرت العلامه. يو يا عيال انا حاسس ممكن اوجب قوي. ممكن اجيب السايرن هيد احطه قدام القطر ده. والله يا عيال شوفوا متفجرات هنا. في سياره لامبورجيني ماشيه. هل نقدر نسرق سياره؟ اوكي سوري بس كنت واقع البتوع دول. هل اقدر اسرق سياره من الناس اللي ماشيه دي؟ في بنزيم هناك شايفينها يا شباب. بنزيم هناك بنزيم 90 و80 بالس للعربيات كده تحط في السياره بتاعتك. لو سمحت لو سمحت ممكن تربط لي الكوتشي. استنى يا عم الحاجه اللي جاب. ايوه اي 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 يا اخونا وقت عشان سايق بوجاتي يعني ادوس على الناس يعني ولا مفيش حد جاي من هنا تاني؟ اوكي مفيش حد. اوكي انا خلاص قررت ما اضربش مدنيين يا شباب. ضربت او في عربيه جايه هنسرق العربيه نحطها. في حد عمل حادثه صح؟ يب في حد عمل حادثه. الراجل اللي هناك ده خبط في ابو عربيه زرقاء. تعالى تعالى انا اشاره هنا. لو سمعت يا راجل شحات هندي محتاج بس العربيه بتاعتك احطها قدام القطر. لا هي 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 بتزمر بتزمر انط فوق عربيتك انا. ها ما ينفعش تعمل انت عملته ده تاني. ها لو سمحت عشان ايه ما طلعلكش السلاح. ينزل افتح الباب. والله ايش حركات. والله نجرب يا ولد روح. اوه والله رهيبه يا شباب. بس رب ما تطلبليش الشرطه بس هنحطها في اخر. والله فتح الباب وقفله. لا لزوم الجرافيك وكده يا شباب هنحطها قدام هنا. بس دوس فرامل. ايوه هنحطها قدام القطر من هنا. شوفوا كده بس لو سمحت توقفي هنا بس كده. اتوقع على قضيب القطر بالظبط على القضيب بتاع القطر كده اهو قضيب القطر. تمام والله دي مش شاب. شوفوا شكل السياره حلوه وجميله وكل حاجه بس بعد اللي انا هعمله فيها ده مش هتكون نافعه. تمام خلونا بقى نجرب برضو شويه اكواد من اللي موجودين معانا في مقطع النهارده عشان احنا النهارده هنبحث عن كود السايرن هيد وهنطلبه في اللعبه دي. فخلونا ندوس هنا يا شباب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب كده اي رقم عشوائي مثلا 4 8. كل اللي انا خايف منه ان يطلع لي دبابه ولا جيش من الزومبي ولا ديناصور قدامي. ده اللي انا خايف منه بس يا شباب. فخلونا نجرب نقول بسم الله. ايه ده ايه ده والله على المكنة اقسم بالله معايا واحدة زي دي في الحقيقة بس لونها ازرق يا عيال. والله رهيبة والله دمين. اوكي خلونا نجرب واحدة غيرها ونقول بسم الله. لا لا هي عارفة الدبابة دي. والله انديا مكتوب ورا انديا شايفين. شوفوا السواقة شوفوا السواقة. والله صوت فيسبا مش صوت مكنة بس. لا 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 لو خبطت فيها اتوقع بتفرقع. فخلونا ننزل
لا لو سمحت غير كده المنظور. شوف يا عالم المنظور ده، المنظور ده اسطوري بصراحه، بس انا مش محتاجه دلوقتي. خلونا نجرب رقم تاني، بما اننا جربنا الرقم ده فخلونا نجرب رقم تاني. نقول بسم الله، عندنا جميع الارقام شغاله يا شباب. انا ما جربتش بصراحه فوق الخمس ارقام، ممكن يكون فوق الاربع ارقام قصدي يكون في حاجه شريره، فانا مش عارف يا شباب. بس خلونا نجرب الاول مثلا اربع ستات. بسم الله. الو ما تهزرش ما تهزرش، دي جي كلاس، جي كلاس. اصبروا ثواني بس، جي كلاس يا اخوانا، جي كلاس. او ماي جود، مين محتاج اركب بس كده من قدام بس لو سمحت، لو سمحت ركبني. لا لا ما تطلعش سلاح، تطلع سلاح ليه؟ اركب، عايز اشوفها من قدام. ايوه الله، ده المنظور بتاعها، شوفه والله ديم. بص شاب لما احود، والله بيحود والله رهيبة. خلينا نحطها هنا برضو، في كاميرا، فيها فيها كاميرا وتكييف. ما اقدرش اشغل التكييف ده، ما اقدرش. اوعى بس تخبط في العربية دي. ايوه 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 سلام، هوب بس. يلا انزل من العربية كده، حلو قوي. يلا كده حطينا الجي كلاس برضو قدام القطر، ياب حطيناه قدام القطر وعلى الكاوتش بالظبط، يعني القطر هيجي خالص عليه على طول. لازم اجرب كوت كمان يا شاب، لازم اجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والله رهيبة. في هنا ناس ممكن اتصل عليهم، طب لو اتصلت على الناس دي ايه اللي هيحصل؟ ما بيتصلش عليهم. اوكي ماشي، يعني محطتين كده. طب لو كتبنا مثلا اربع نجوم، انا خايف يعمل لي نجوم بتاعت شرطه، والله خايف. ولا اي حاجه يا شاب، ولا اي حاجه. طب ماشي غيره. اوكي بس لو سمحت نجيب الكاميرا كده عشان اللي هينزل لنا نشوفه. يلا بسم الله. يلا نجرب مثلا تسعتين ستتين، والله رقم مميز ده يا شاب، ف100% يطلع لنا حاجه اسطوريه. خلينا نشوف، حاسس ان هو عمل حاجه في العالم اخواننا. لو يكون الصوت ده يا عيال، صوت السيرن هيد جاي من هنا، شكل راس بنته بالعالم، والله شكل راس بنته. بس هيجي لي منين؟ ما اعرفش، ممكن يجي لي من فوق الجبل ده، اقسم بالله ممكن يجي لي من يا عيال. هو ده رقم السيرن هيد ولا لا؟ لازم ادخل واشوف رقم السيرن هيد دلوقتي، لازم ادخل واشوفه. ثواني يا شباب ثواني. طيب يا شباب انا قاعد دلوقتي بشوف مقطع على اليوتيوب لشخص اتصل على السايرن هيد في لعبة جي تي اي الهندية، متخيلين؟ الو، انا بس كل اللي انا عايزه ان الرقم اللي موجود هنا يطلع بيرفكتو. لو طلع صح يا شباب بجيب السايرن هيد. الصوت اللي انا سمعته ده تقريبا من نفس الكود اللي كان موجود هنا، انا طلبته وطلع كود السايرن هيد، فكل اللي انا خايف منه انه فعلا يطلع كود السايرن هيد ويطلع للسايرن هيد. شوفوا هنا يا شباب قاعد بيلعب اللعبه اهو. خلونا نكبر الشاشه كده ونشوفه سوا. شوفوا، استنوا بس اعمل لكم الاضاءه يا شباب، يعني احنا قاعدين بنتفرج سوا سوا، يعني لازم نظبط كده الاضاءه. ايوه اهو شوفوا، أهو. شوفوا أهو. كتب اهو الركود اهو، 4 7 0 شباك، تمام. شوفوا اللي هيحصل، شوفوا شوفوا اللي هيحصل. سايرن هيد يا شباب، سايرن هيد. اوكي 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 اوكي، عرفنا السايرن هيد، شفنا السايرن هيد، خلاص نجرب نفس الكود اللي هو طلبه ده وظهر له فيه السايرن هيد، تمام تمام. نشوف ايه اللي هيحصل شباب لو طلع السايرن هيد. كل اللي قاعد بيتفرج على المقطع ده، انزل دلوقتي، انزل حالا، اعمل لايك واشترك في القناة عشان المقطع يوصل لكل الناس ويشوفوا السايرن هيد في جي تي اي الهندية. يلا بينا. طبعا يا شباب شفنا الكود، لازم نجرب ونقول بسم الله. خلونا نيجي هنا، قال لك 40 70 شباك. اوكي نروح هنا ونكتب في الكود هنا 40 70 شباك، ده نفس الكود اللي طلبه صاحبنا هنا في الفيديو اللي قدامي، حتى نفس الكود هو، مش عارف اعرف اقول لكم ولا لا، بس اهو اهو 40 70 شباك. فخلونا ندوس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي عمل كولينج، اوكي قفل المكالمه. هو في صوت سايرن هيد، بس هل هو صوت بس ولا انا عشان في وسط المدينه فخايف يجي؟ شكله عشان في وسط المدينه خايف يجي. طب خلونا نجرب القطر ده يا شباب، نجرب القطر ده. والله حاسس انه بيطلع من بين الشجر من وسط الغابه اللي هناك دي، لان طوله نفس طول الشجر اللي هناك ده. خلينا نروح نركب القطر. بس استنى يا حاجه، استنى ما اضرب الست دي كده بالبوكس. استنوا، اوعي تطلبي لي الشرطه. حركات، اوعي تطلبي لي الشرطه يا مداء. ايه ده ايه ده، رحت فين؟ لا لا بتاع، اوعى البتاع يفرقع. ايوه هدى كده، الحق ده عايز تتعرك.
لا اوعى هي تموتني. اضرب يا عم بكس. هي مين هيضرب انت؟ والله خلصت عليها بس كده شكرا خلاص. الله يرحمها هي مالها عملت تعمل رجليها لي كده ليكون طب ماشي. اقدر اشدها يا شاب ازقها كده؟ والله ما اقدرش، كنت كان نفسي اشدها بصراحه قدام القطر نجرب كده بس خلاص مش مشكله. يا القطار هندي اقسم بالله شوفوا مكتوب عليه رقم 22530. والله بنجرب الرقم ده قبل ما نخش. 22 في حاجه حصلت 22530. يلا بسم الله. متوقعش ان هو ممكن يجيب لنا قطر. والله ما جبناش. في عربيتين لامبرجيني عملوا حادث هناك ما لناش دعوه بيهم. خلينا نيجي هنا كده يا شباب ونركب القطار. بسم الله الرحمن الرحيم اركب القطار. قطر قطر يعني. استنى نجرب لو صوت قطر يبقى هو قطر فعلا هندي. اي القطار الهندي. والله شوفوا من الداخل مفيش من جوه يا شباب بقدر اشوف كده بيتحرك. اصبروا نمشي لو والله بيمشي. والله انا اللي ممشيه يا شباب. هو انا سايق جوه؟ انا سايق جوه شايفني اهو من الشباك بيفرقع. قوله قوله قوله. البنت 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 اللي كنت راحت فيها. يو يو يا جماعه يو. اوه العربيات السيارات 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 المكنه دايس على المكنه فرقع. بس بس ستوب 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 اللعب ستوب اللعب يا ولد. ايوه دوست فرامل دوست فرامل دوست فرامل. اقف نط منه نط منه نط من القطر نط. والله نزل من القطر عادي كده حركات. وقف القطر كده حركات يا شباب. عايزين نروح هناك تاني. استنى استنى ستوب اللعب ستوب اللعب ستوب اللعب. بنطلب كود ستوب اللعب. يلا اوكي نطلب كود مثلا 6646 وخلينا نتصل هيجيب لنا الجي كلاس نفس اللي فرقعت بس نزلت. اوكي نزلت عدل اهي تمام. والله صوتها عالي يا شباب. خلونا نجيب عربيه ثانيه خلونا نجيب عربيه ثانيه. اوكي جي يا شباب سباون جي بوجن دي نوع العربيه جي ووجن يا شباب. اوكي خلونا نيجي هنا ونكتب هنا رقم مثلا 47 ونشوف هيجيب لنا ايه ونقول بسم الله. حلوه دي حلوه دي مكنه هنديه يا شباب اسطوريه. نركب على السريع. لا لو سمحت ممكن بس ايه تحودي كده. ايوه والله حركات. بعتك بط في القطر. ايوه يا سلام عليك يا سلام عليك. انا عايز اعرف اللي حصل ايه. والله تشالوا تشالوا ما لحقتش اشوفهم. لا ما لحقتش اشوفهم يا اهل. تشالوا كده عشان ما يعلقوش. استنى استنى نطلع البتاع دي. ركز يا سلام. السلام عليكم يا شباب. متنا طبعا متنا. انا متاكد 100% ان احنا متنا. والله دخلنا عند ايه 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 تعدل ارجع ورا. طيب يعني والله في صوت في صوت جاي من الغابه يا شباب. يعني اكيد انا مش سامع الصوت ده لوحدي. اكيد انتوا سامعين الصوت ده. صوت راس الصفاره والله والله صوت راس الصفاره والله. اوكي المشكله ان انا خايف يجي لي وانا لوحدي كده قاعد بتمشى كده في الغابه ومفيش حد. اوكي خلينا نعمل كده نطلب بس اي عربيه كده اي حاجه مثلا 422 وندوس اوكي هيجيب لنا ايه بسم الله. ما جابلناش حاجه صح. والله الكود ده مش شغال يا شباب. الكود ده زي كود الشحن لما بتيجي تشحن رصيد كده تلاقيه مش شغال. نطلب 72 اتوقع ده رقم مميز 100% يجيب لنا حاجه لو سمحت. والله يا شباب شكلي خرجت بره المنطقه بتاعت الاكواد. هنوجه هنا ونكتب 3355 بس ده رقم مميز 100% 100%. يا ولد شكلي طلعت بره المنطقه او شكلي طلبت عربيات بزياده النهارده. شكلهم النهارده بيقولوا لي كفايه عربيات يا مكامل. جرب حط مودات ثانيه وجرب. طب ماشي 3311 مميز مميز. اللي يقول لي مش مميز مميز. والله اتصلت على ناس كتير ما جابوليش حاجه ما جابوليش حاجه. هاي انا عايز اوصل للقطر. هتخلوني اروح للقطر ماشي ولا ايه يا قطر؟ استنى قول للقطر استنى. اوكي انا جاي للقطر اهو. انا عايز بس اشوف من ورا القطر شغال. يا عيال سامع صوت سايرن هيد. انا في صوت بيجي من بعيد كده. المشكله ان انا خايف والله لا يكون اللي ببالي بالك يا شباب لا يجي من ورايا كده ياكلني. لا بيركبش القطر من ورا. انا يعني قلت ممكن يركب القطر من ورا بس ما طلعش بيركب القطر من ورا. وخلونا نعمل بقى ايه شويه جرايم كده على السريع. هات لك مثلا دي قيم بدي واضرب على اللامبرجيني يا حبيبي. فرقعتش ما جاتش فيها ما جاتش فيها. دي جت قله قله اللامبرجيني فحمت. واحده ثانيه واحده ثانيه. لا لا يا ولد اضرب صح
هي دي. ايوه والله عليك يا اسطى. واحده كمان، اي واحده كمان خضراء. طاع. لا ما ضربت الراجل بس، مؤاخذه مؤاخذه، مش قصدي مش قصدي. طاع. بوليس جه، بوليس جه، نضرب بوليس. خد خد يا عم. لا 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 لا، لا. بوليس جه في وشي. بسرعه 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 اربشي اظبط. ايوه هي ده الكلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. يلا يلا، ده واحد جاي من نفس، جاي من نفس المكان. خد لك. طاع. واحده كمان. ولعت ولعت. الله ده. لا مين اللي بيضرب عليا؟ الظابط الهندي. طاع. والله مات. الله داسه 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 داسه. شيل شيل السلاح، تعمل لي بلاغات كتيره. هاي يا عيال، ده انا اقوى من العربيه، انا وقفت العربيه برجلي. لا هي هي، لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت، حدش يقرب مني، حدش يقرب مني. البوليس ده ما يجيبنيش. دمي دمي تف، دمي تف. بموت بموت بموت. موت 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 موت. اوعى الرصاص يجي فيك. اوكي جت فيا واحده، فاضل لي واحده كمان اموت. ما ينفعش يخش هنا، دخلوني هنا. بليز بلي عيال، صوت راس الصفاره. والله هو بيجي ليه لما بموت انا؟ يا عيال يكون كان ورايا ولا حاجه. يا جماعه شوفوا صاحبنا ده، اقسم بالله مش طبيعي، انا مش مصدقه. شوفوا شوفوا هنا، ركزوا ركزوا بيعمل ايه. ها ركزوا ركزوا معايا هنا هنا. ايوه انا هنا، اعملوا لايك واشتركوا في القناه. شوفوا طلب كود من الانترنت، حلو. شوفوا حط رقم 4، ظهر له السايرن هيد. تمام شوفوا شوفوا، عشان تقولوا ان انا ما جربتش، انا جربت اهو. شوفوا هنا هيظهر حيوانات غريبه. شوفوا اقسم بالله لا اجرب، اقسم بالله لا انا لازم اعمل اللي هو بيعمله ده، لازم اجيب السايرن هيد اللي جابه ده. استنوا الاول ما نجرب الكود رقم 4. يلا يلا يا شعب، يلا يلا بسم الله. خلاص نط كده، نط يا ولد، اطلع. ايوه اطلع بره لو سمحت، بس ممكن تلف كده. في سياره فورنيتشر هنا بس احنا مش عايزينها، ممكن تنط كده. ايوه السلام عليك، يا سلام. اطلع لنا بره كده، نجرب بالموبايل كده. رقم 4 بيقول لك، رقم 4 بينزلك وحوش مائيه، فلو ظبطت دي يا شباب يبقى 100% السايرن هيد اللي احنا كنا بنسمعه ده كان حقيقي، بس احنا ما رحناش ناحيته. تمام بسم الله نشوف. 4 اتصل. الو لازم اروح على الانترنت. طيب ماشي بنروح على الانترنت. لا دي الكاميرا، دي الكاميرا مش عايزين الكاميرا، دي الماب. اوكي فين الانترنت؟ ايوه باست. تمام يا عيال لازم كود، شوفوا لازم كود. جاد ديم، اقدر اغير تيشرت يا شباب وبنطلون وشعر. ديم والله رهيبه، والله رهيبه يا شباب. شوفوا هنا جاب حاجه كده، كتب رقم 4 تقريبا، وده صدن. تمام بعد اذنك. ايوه وراح راجع هنا دايس رقم 4. تمام جرب. ها ها والله ما ظهرش حاجه يا شباب، والله ما ظهرش حاجه. لازم نلاقي السايرن هيد. شوفوا يا شباب، انا كل اللي قاعد بيتفرج على المقطع ده، انا في رحله بحث عن السايرن هيد في جي تي اي الهنديه، ولو وصلت ليها لازم توصلوني 10 مليون مشترك. فكل اللي قاعد بيتفرج على المقطع اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، وتابع قنواتي على اليوتيوب وحساباتي على الانستجرام كمان التيك توك والفيسبوك. ولمحبين الكوره انا عملت قناه جديده هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن، اسمها امكامل كود. انزل دوس على اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن وخش اعمل اشتراك هناك، لان هنزل عليها فيديوهات الفتره الجايه للعبه فيفا موبايل. فيا شباب بحبكم جدا، وشكرا لكم على المقطع ده، واللي اتفرج على المقطع ده ووصل للنهايه هنا اكتب بطاطا، واكتب كمان بعدها في كومنت رحله البحث عن السايرن هيد او راس الصفاره، الافضل حط راس الصفاره وبس. سيلوتر يا شباب، مع السلامه. هجيبك يا علي، هجيبك هنا، مش هسمع صوتك بس انا. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيله مش جمهور، بيكو بنصنع المتعه، بنعمل من الضحكه فنون. مش مليون.